السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كده دايرين؟ لا بس عليكم، كان اتمنى تكونوا بخير. ومعايا النهاردة فيديوهات كتير جدا ومهمة جدا، بس خاصة اخر فيديو في الحلقة هنخليه للاخر عشان فيه ضحك كتير. تعالوا الاول نشوف الفيديو ده. دور ورا الكاميرا شاوش يا زب نادى تزير الله. ما شاء الله على الاخلاق والتربية. ايه يا ابن الاخلاق دي؟ ما شاء الله يعني. وبعدين بذلت مجهود كبير قوي عشان ترسم العلم، يعني خدت طاقة وخدت وقت، والعلم المغربي ده انت تحطه فوق دماغك، فوق دماغك انت واللي خلفوك يا حبيبي. فيعني احنا بالنسبة لنا صراخ الزيت قطع العلم يعني. ما هو اي حد معدي يديك على قفاك ويروح. لا تمثل اي حاجة انت خالص، لا انت ولا اللي زيك. تعالوا بقى نشوف الولية المجنونة دي طالعة بتقول ايه. تعبانة ومروك، قول لهم النظام المغربي وراكم وزمن طويل، يا شبرت على الارض تاعنا ماكو داخلين، وما كان لا الحدود تفتح لا والو، المخدرات اللي راكم تخدموا فيها وترهجوا بها في ولادكم وفي ولاد الجزائريين، يا اللي حاسبين روحكم مسلمين. رب عيالك رب عيالك. احنا وراكم والزمن طويل، يا المخزن ويا المروك ويا المغاربه. تقدرش تقول يا مغاربه طبعا، يا مروك تقدرش. احنا وراكم والزمن طويل، عايزيننا نفتح الحدود. اصلا هم المغاربه ما طلبوش انكم تفتحوا الحدود، اصلا ما طلبوش يعني، بس ما علينا يعني. عايزيننا المغاربه نفتح الحدود علشان تدخلوا لنا المخدرات اللي بتدوها لاولادكم ولاولادنا. ايه يا مغاربه ده؟ انتوا ينفع كده يا مغاربه عايزين تفتحوا الحدود عشان تدوهم توزعوا عليهم مخدرات؟ مش معقوله كده يعني، مش معقوله يعني. وفي الاخر قالت لك اللي حاسبين نفسكم مسلمين. ما هم المغاربة مسلمين غصب عنك، أي مغربي مسلم فهو مسلم غصب عنك، رضيتي أم لم ترضي؟ ما هو غلاسة كده. وبعدين الست دي خلوا بالكم، ده أنا مرفع صوتها في الفيديو، ده أصلا صوتها عامل كده. إحنا النهاردة هنتكلم على مين؟ بتتكلم كده، صوتها عامل كده. إيه ست دي؟ ما هذا الكائن؟ وبعدين أشطر حاجة، أنتوا ما شاء الله أنا اكتشفت حاجة جميلة جدا، اشطر حاجه عندكم واسرع حاجه عندكم الشتيمه والسب على طول والدخول في الاعراض ويا اللوم كده، يعني ده اللي احنا بنشوفه على طول يعني. تعالوا نكمل نشوف قلتي كمان. احنا هنا واقفات نساء ورجال واقفون، يا المغرب ويا نظام المغرب، غير الجزائر اللي ما تكحلوش عليها، غير الجزائر يا المغربيين موتوا بالغيره. الله، وده من ايه لا مؤاخذه يعني؟ احنا واقفين، احنا واقفين يا المراك، احنا واقفين ونموتوا بغزكوا. ايوه، يموتوا بغزوا من ايه بقى؟ ايه الحاجه اللي انتوا متغاظين من ايه يا مغاربه؟ عشان ابقى عارف يعني، ايه الحاجه اللي عند الست دي مش عندكم؟ ايه هي؟ ما فيش صح؟ انا ما شفتش الصراحه حد خالص شبه الست دي، اول مره اشوف الست، اول مره اشوف الكائن ده في حياتي، ده كائن الكوالا ولا ايه ده؟ ده من كائنات كوكب لالا. ايوه صح، من الفضاء، معلش انا اسف. انا قاعد عمال اغيظ في المغاربه واقول لهم يا المروك، واعمل لهم فلفل شطه كده وادق لهم كده واعمل لهم حركات زي دي، وهم متغاظين مني. لا حول ولا قوه الا بالله. كوكب لالا، شيء جميل، بنكتشف برضو معلومات وكائنات جديده يعني، احنا مش خسرانين حاجه يعني. طب تعالوا نشوف الراجل ده قال ايه. الناس هادو راهم يخترقوا في المشاكل، راهم يروجوا بعض المشاكل لاضعاف اولا الجزائر، وكذلك لزعزعه وعدم نجاح هذه الدورة. يا دين النبي، الحلاوة دي يا ابني، هي الدورة اللي هتتنظم دي دورة كأس العالم ولا ايه؟ انا مش عارف، دي دورة محليين يا ابني. المغرب هيعمل مخططات وخطط وعمال بيرتب عشان يوقع لك دورة محليين، في ايه يا عم؟ هو ده كأس العالم؟ هو انتوا ليه اي حاجة بتهولوا منها كده؟ المغرب عامل مخططات، المخزن، عشان يفشل لنا الدورة بتاعتنا، البطولة العالمية اللي احنا ننظمها، اللي هيلعب فيها اقوى منتخبات في الدنيا كلها، واصلا ما راحش هناك غير الموزمبيق ومنتخبات كمان، انا مش عارف الصراحة. طب تعالوا نكمل. نجي ما نجيش، نجيب طيارة خاصة ونهبط في قسمتين، انا هبط في الجزائر، يعني هو راهو يدير شروط تعجيزية باش يكون، انا نقول له غير ما تجيش. وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي. عمالين يطلبوا مننا طلبات غريبة سعادتك، يقولوا لنا عايزين نروح بطيارة، ده طلبات غريبة جدا. بيلعبوا في البطولة وقال عايزين يجوا بطيارة، ايه ده؟ انا ده شيء غريب جدا، طلبات ما يعلم بها الا ربنا يعني. احنيهم وارضعهم وانامهم في سربريرهم. ايه الطلب يا فندم اللي الغريب اللي المغاربة طلبوه؟ معلش يعني، يعني منتخب بيلعب في بطولة انت منظمها، انت قافل المجال الجوي،
فالمنتخب اللي هيلعب في البطوله بيقول لك انا هاجي الطياره لازم تفتح لي المجال الجوي عشان اجيب لعيبتي بطياره، مش عايز الف على 15 بلد قبل ما اوصل لعيبتي للمكان اللي هيلعبوا فيه. طلب غريب جدا. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعم. ايوه المفروض المغاربه يلفوا العالم كله ترانزيت وبعدين يجوا يلعبوا عندنا، هي هو ده الطبيعي. انما طلباتهم ان هم عايزين يجوا مباشره للجزائر، لا دي طلبات مش طبيعيه طبعا، دول بيختلقوا المشاكل. تعالوا بقى نشوف الفيديو التحفه العالمي بتاع النهارده. انا مش هتكلم قبل ما تشوفوا الفيديو، بصوا كده. شو اللبسه هذه لبسينا؟ شو اسمها؟ لبسه خليجيه. منين؟ لبسه خليجيه في تونس. انت تزيري؟ وين تزيري؟ مخي تلخبط. انا واحده من الناس. هي خليه يتخلص. انا عارفه يا اختي. طيب مذيعه في تونس لقت واحد جزائري لابس لبس خليجي، فبتقول له انت جزائري؟ قال لها انا جزائري. قالت له طب انت ليه لابس لبس خليجي؟ قال لها هتعرفي دلوقتي السبب الخطير اللي انا لابس عشانه اللبس الخليجي ده. طب انت تزيري ومتواجد في تونس ولابس لبس خليجيه، شنو علاقتهم ببعضهم؟ على خاطر نجلب الانتباه تاع البنات، يبقاو يشوفوا. تجلب الانتباه تاع البنات؟ يقولوا خليجي بنك متنقل. يخرب عقلك ده انت مسخرة. انا لابس لبس خليجي علشان اجذب البنات، انا جاي هنا البس لبس خليجي عشان اجذب البنات، عشان يقولوا بنك متنقل. ايه يا الغتاتة اللي في وشك والغلاسة اللي في وشك دي؟ ده انت لو لبست لبس ملوك ما حدش هيبص لك ولا حد. ده انت غيت غتاتة. طب تعالوا نشوف لما سالته قالت له انت متجوز رد قال ايه. متجوز عند صغيرات ولا؟ ايه متجوز. وني ما كانت كتبها ما جيتش معاك؟ اها ما نجيبوهاش ما توصل. ليش هكا؟ حرية شخصية. حرية شخصية. والله مالها تونس يا باشا؟ تونس لا ليه يعني ايه ما جيبهاش تونس؟ يعني بتقول له انت اصلا متجوز وراح بتكذب البنات وبتقول ده على الهوا، حاجه غريبه جدا. يعني الست لما تشوف البرنامج ده هتعمل ايه هي؟ ما علينا يعني. بس انت يعني متجوز وراح بتكذب البنات باللبس الخليجي اللي هو مالوش علاقه ببلدك وانت جزائري؟ اه كوكب لالا. ما علينا يعني. مالها تونس؟ ليه ما توديش مراتك تونس؟ انا مش قادر افهم النقطه يعني. يمكن عشان انت رايح تكذب البنات ولا ايه؟ مش او يمكن انت ما بتحبش تسفرها بره الجزائر، عادي ممكن يعني. وانت بعيد عليهم في دبي ولا في الجزائر؟ هما في الجزائر ومرات بديهم معايا دبي. ها؟ انت ايه حكايتك بقى؟ هلا طب انت بتسفرها دبي عادي اهو، يعني الست بتسافر عادي، طب ليه تونس لا؟ مع اعتذار لاخواتنا التوانسه يعني، هو في ايه في تونس يا جماعه؟ هو ليه رافض يودي مراته تونس؟ حاجه غريبه جدا. ورايح تونس عشان يلبس خليجي فيجذب البنات. ايه يا عم العقلية دي؟ كوكب لالا. انا بلبس لبس خليجي واروح تونس واروح اي بلد في العالم اكذب البنات عشان انا وسيم قوي وامور اكذب البنات واخلي مراتي قاعدة في الجزائر. طب مراتك ما تروحش تونس ليه يابا؟ في ايه في تونس يعني؟ لا مراتي ما تروح، حرية شخصية، انا مش عايز اسفر مراتي تونس بس بسفرها دبي عادي يعني. حاجة غريبة جدا، انا مش فاهمك يا كابتن ولا الناس اللي بتتفرج فاهمينك، وده كائن جديد من كوكب لالا. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، شكرا على تعليقاتكم الجميلة وعلى تواجدكم ودعمكم الدائم، انا كان بغيكم بزاف وربنا يخليكم ليا، واقولها بالمغربي الله لا يخطيكم عليا، وشكرا جزيلا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.